هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء ألف طاء تقول في هذا السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره؟ بدعة لا يقرأ على القبور. إذا زار الميت يسلم عليه والسلام عليك فلان، غفر الله لك، رحم الله وإياك، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أما القراءة لا يشرع، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ عند قبور الفاتحة ولا غيرها، بل ذلك من البدع. ولا يصلي عند قبور أيضا، ولكن يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، كما علم النبي أصحابه هذا الدعاء، هكذا يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة عند قبور أو الطواف بها أو القراءة عندها، كل هذا لا يجوز. الصلاة عندها بدعة، القراءة عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت شرك أكبر. أما إذا ظن أن الطواف بها قربة وطاعة لله يعني، فهذا بدعة مثل الصلاة عنده، إن شاء الله الله. أما إذا صلى لصاحب قبر أو طاف لصاحب قبر يتقرب إليه بذلك، هذا من الشرك الأكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.